مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا بكم معنا إلى حلقة جديدة من برنامجكم قضايا وأراء. في آخر حلقة من العام المنصرم وقفنا عند حصيلة سنة 2015، وفي أول حلقة من هذا العام الجديد نواصل مع هذا التقليد السنوي الذي هو استشراف لأبرز ما سيميز سنة 2016 على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على الجانب السياسي باعتبار السنة التي بدأناها قبل أيام سنة انتخابية وآخر سنة في عمر الحكومة الحالية. قبل فتح النقاش مع ضيوفنا الكرام، ارتسامات المجتمع السياسي حول أبرز رهانات وملفات السنة الجديدة. احنا بالنسبة لنا الانتظارات ديالنا من 2016 ان شاء الله تعالى هو أن تعود على مستوى النقابة، أن تعود سكة الحوار الاجتماعي إلى حالتها الطبيعية، وأن تكون سنة 2016 يعني سنة الإصلاحات الكبرى التي كانت منتظرة، ومن ضمنها إصلاح نظام التقاعد في إطار من تشاور إلى أوسع حد على مستوى مختلف الأطراف التي هي معنية بهذا الموضوع. بالنسبة لنا كذلك كنعتبروا بأنه الحوار الاجتماعي هو الفضاء اللي غادي يمكننا نناقشوا فيه مجموعة من القضايا، القضايا المتعلقة بالتربية والتعليم، متعلقة بالصحة، متعلقة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ديال الموظفين، أوضاع السكن الاجتماعي، متعلقة بكل حقوق الاجتماعية ديال المواطنين المغاربة. هناك كذلك ملف اللي هو مطروح للنقاش واللي هو التقاعد، واللي كنعتبروه بانه فيه واحد الحيف كبير، لانه الان لاحظنا ان كنتمنوا ان الحكومه بقاش تهرب بالملفات، وبان الحكومه تجلس مع النقابات وتلعب الدور ديالها الدستوري. الحلم ديالنا هو اخراج المجلس الوطني للغات حيث الوجود، لانه انتظارات المغاربه كاملين وبغينا باش يعطينا واحد القيمه اضافيه في البلد. تحسين الوضع ديال غرف التجارة والصناعة اللي هي الشرايين ديال البلاد، واللي هي دعم أساسيا للاستثمار. الغرف في المغرب بقى شوية رجع للور، ما عطيناش اهتمام، ما عطوهاش حقها. نحن ملزمون في إطار الفصل 86 من الدستور بالمصادقة أو بعرض جميع القوانين التنظيمية على البرلمان، وللإشارة فهناك قوانين تنظيمية مهمة لا زالت لم تتم المصادقة عليها، على رأسها القانون التنظيمي للإضراب، كذلك بالنسبة للقانون التنظيمي المتعلق بتقديم الملتمسات في مجال التشريع، وكذلك تقديم العرائض هو الآن في إطار تقديم التعديلات من طرف الفرق البرلمانية قبل أن يعرض في الجلسة العامة. ننتظر حوار اجتماعي بناء، وحوار اجتماعي مؤسس له ويحترم، ثم كذلك لابد من إعادة النظر في تعامل الحكومة مع النقابات، وكذلك نحن مع إصلاح صندوق التقاعد، ولكن مع توافقات كبيرة بين الفاعلين الاجتماعيين وبين الحكومة، ولا يمكن أن نسمح أن تستفرد الحكومة بإصلاح في مثل هذا الحجم لوحدها. ونعول كثيرا على أن تكون هذه السنة هي استعداد للانتخابات، سيما وأننا مدعوين جميعا على الرفع من عدد المصوتين والمتفاعلين مع البرامج الحزبية. إذن لابد أن نكون في مستوى متطلبات اللحظة التي نعتبرها حاسمة، وهي ليلة انتخابات التشريعية. لأن القضية هي كبريات ملفات 2016 والآراء، آراء كل من السادة. عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مساء الخير. مساء النور. كلمة عن هذه الرهانات والتحديات. أولا لابد أن نحمد الله عز وجل على أمطار الخير، كان الكل ينظر إلى هذه السنة ستكون سنة جفاف. الحمد لله أمطار الخير اليوم تعم تقريبا المغرب، فهذه إشارة إيجابية. طبعا 2016 احنا بدايه السنه لابد ان نتمنى لجميع المواطنين وجميع المغاربه سنه مليئه طبعا بالافراح والمسرات والتنميه والازدهار ومزيد من الاستقرار والطمانينه لبلدنا. هاد الرهان ديال 2016 غنتكلموا على اقل سنه او اقل، لكن هو مسار هاد الحكومه ولا هاد البرلمان قطع 4 سنوات،
فإذا احنا كنقولوا من حسنت بدايته نتمنى أن تكون نهايته حسنة كذلك. فإذا كان خلال 4 سنوات هناك إنجازات مهمة على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي، المستوى السياسي يكفي أن نقول بأننا كنا اليوم نحن البلد الوحيد المستقر في منطقة غير مستقرة. النموذج السياسي ديالنا اليوم يعني يحتذى به، وهو الآن هذا المنتج طبعا وراجع. أولا أننا عندنا ملك، عندنا ملكية حكيمة، عندنا شعب ذكي، واللي بين من خلال الانتخابات الأخيرة 14 تنبيل على أنه قطع مع شيء اسمه التخربيق والتحكم. وثالثا أن عندنا أحزاب بالرغم ما يقال عنها اليوم تتململ لمواجهة سواء التحكم اللي يمكن يكون عندها في الداخل أو حتى الاستبداد الخارجي. وعلى المستوى الاقتصادي دعني أؤكد بأن المالية اليوم ديال المغرب يعني في واحد المتانة، واحد الصلابة، ويكفي رقم واحد أننا كنحتلوا اليوم المرتبة 75، وهذا كل المؤشرات تدعو أن المغرب نموذج على المستوى على المستوى الاجتماعي حدث ولا حرج. سنعود إذن على رأسي صندوق التماسك الاجتماعي وغيره بكل تفصيل لهذه النقاط التي ذكرت. من جانب المعارضة أستاذ عبد اللطيف وهبي، عضو أو نائب رئيس مجلس النواب عن حزب الأصالة والمعاصرة. شكرا. مرحبا. بالمناسبة نهني الشعب المغربي بالسنة الجديدة، متمنيت له التوفيق والنجاح. هذه السنة أمامنا إتمام مجموعة الالتزامات الدستورية خلال خلق مؤسسة الحكمة والسلطات الإدارية المستقلة، وكذلك أمامنا إعمال نصوص دستورية كنتمنى باش نكملوها، لأنه حتى ولو توجدنا في المعارضة نحن مسرورين أن تسير التجربة الديمقراطية في المغرب إلى مداها وتستمر إلى مداها، لأن هذا مكسب للوطن ككل وسيزيد من قوة هذا البلد. مسألة ثانية أخرى أنه أمامنا تحديات كبرى، القضية الوطنية إحدى أكبر التحديات، الوضع الاقتصادي أكبر التحديات. لذلك أتمنى أن يكون هناك نوع من التفكير الجماعي بمسابة الذكاء الجماعي لحل مجموعة من القضايا الكبرى. وبالمناسبة أريد أن أتمنى من الجميع أو البعض على الأكثر أن يصل إلى قناعة مفادها أن قضية التحكم ليست موضوع المناقشة وأصبح متجاوزا، وأنه لم يعد مبررا للنقاش، لأن هذا سيعيد الموضوع إلى مراحل قطعناها، وأن الأفضل أن ننظر إلى المستقبل بشكل مشترك وبشكل إيجابي. نعم، رسالة لمن يهمه الأمر. سيد محمد أعرج رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، مساء الخير. بدوري نهني الشعب المغربي على هذه السنة التي نتمنى أن تكون سنة ديال مواصلات الإصلاحات، ديال النماء، ديال التطور، ونحمد الله سبحانه وتعالى على أمطار الخير اللي بشرت المغاربة في هذه الأيام هذه المباركة. إذا نحن أمام لحظة أو سنة نعتبرها سنة مفصلية ودقيقة من التاريخ السياسي والدستوري والاجتماعي والاقتصادي والمالي، في ظل هذا اللي خصنا نأكدوا عليه، في ظل سياق دولي يعني نوع يعني متقلب وغامض، ولا بد أن نستحضر هذا السياق الدولي في ظل التطورات اللي كيعرفها العالم، وكذلك في ظل واحد السياق وطني ديال مواصلة الإصلاحات خصوصا على مستوى تنزيل مقتضيات الدستور. ولكن ما نتمناه جميعا هو أن نواصل هذه الإصلاحات وأن نعمل جميعا، واللي كنعتبروا حنا بأنها احنا في لحظة مفصلية لكي تطلب يكون خطاب سياسي مسؤول، يكون مشهد سياسي واضح، كله من أجل الانتخابات المقبلة ديال 2016 التي نتمنى جميعا أن تكون لحظة سياسية بامتياز بالنسبة للمغاربة لمواصلة إصلاحات متعلقة ببناء المؤسسات الدستورية. شكرا لك. نرحب أيضا سي سعيد بعزيز عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب. أهلا وسهلا. بضوي في البداية أتقدم بحق التهاني للشعب المغربي قاطبة بمناسبة السنة الجديدة، وأتمنى لهم سنة مليئة بالأفراح والمساءات ومزيد من التقدم والازدهار. بضوي ممكن أن نتكلم على محورين من خلال الروبورتاج اللي استمعنا له.
المحور الأول ذات بعد اجتماعي، واللي هو عكس ما قيل الآن أن هناك إصلاحات، الكل يتطلع أن يكون هناك شيئا ما في المستقبل. والوعد الآخر هو بعد قانوني، وهذو اثنين من خلال التصريحات اللي جاوا يتبين أن أول تطلع اللي احنا خصنا نطلعوا له لسنة 2016 أن تكون هناك إصلاحات حقيقية، ماشي فقط شعارات، وأن تكون تمس ما يتعلق أولا بالنظام التقاعد كما جاء على لسان بعض النقابيين، كذلك ما يتعلق بالحوار الاجتماعي، لأن نحن لسنا أمام حوار، وهذا أمل ديال كل النقابات. ما يتعلق أيضا في قطاع الصحة كما جاء على لسان بعض الذين تم استجوابهم. المسألة القانونية، الشق القانوني هو لابد أننا مطالبون باستكمال التنزيل الدستور في الشق المتعلق بالقوانين التنظيمية، وأمامنا قوانين تنظيمية اللي مازال الحكومة ما جابتهاش للمؤسسات الشيعية، سواء تعلق بالقانون التنظيمي للإضاب أو تقديم العائد أو مجلس الوصاية أو تفعيل الطابعة الرسمية الأمازيغية، وهذه مجموعة ديال القوانين اللي لابد أنه يتم التنزيل ديال الدستور عن طريق تقديمها أمام المؤسسات الشيعية. ف وحنا نعلم جميعا أن القوانين التنظيمية هي متفرعة عن الدستور، الدستور كان محط إجماع، وبالتالي فلا بد أن هذه القوانين التنظيمية أن تكون محط إجماع بدورها، لأن من خلال إجماعها يكون إجماع وطني على مجموعة من القضايا. شكرا لكم جميعا، وربما نبدأ يعني بالأجواء العامة التي تدخل في هذه السنة، وربما أمطار الخير التي تحدثتم عنها، لكن سعد الله ألا ترى بأنه ربما هذه الأمطار جاءت متأخرة وأن الضرر ربما قد بدأ، وأن الكثير يطرح تساؤلات عن يعني المحصول الفلاحي كيف سيكون بسبب هذا التأخر الذي دام أكثر من شهرين؟ دعني أؤكد بأن احنا كنقولوا دائما كل شيء بيد الله، وتأخر المغرب عرف فترات واللي تأخر أكثر من هذا، وكاين سنوات اللي ما طاحتش تحت الأسبوع الثالث من يناير. وعندنا مثال مغربي كيقول الغرس في يناير، طبعا لا طاحت الشتاء في يناير وطاحت في مارس، زعما كنكونوا مطمئنين على المنتوج ديالنا. واليوم يعني بالمفاهيم كذلك حتى الفلاحيه، حنا باقين في يناير مازال الناس يمكن لهم يتداركوا بكل طمأنينه. لكن هاد امطار الخير من الناحيه السياسيه حتى هي كاينه بالنسبة إلينا. أنا مي كنسمع بأن قضية التحكم متجاوزة ويجب النظر إلى المستقبل، طبعا هادشي اللي بغينا، لأن سنة 2016 معالم ديالها غتكون فيها انتخابات، بكل حال التاريخ لم يحدد بعد بدقة، ولكن غتكون فيها انتخابات 2016. هذه انتخابات فيها عدة مؤشرات خصنا نراعيوها. أولا هادشي اللي حققناه كيخصنا نحصنوه، كل انتقالات ديمقراطية كتكون فيها يعني تراجعات، وحنا كتكون بين خصنا اليوم نقطعوا مع شي حاجة سميتها انتقال ديمقراطي، خصنا ندوزوا للديمقراطية نطبعوا مع الديمقراطية، وما يمكنناش نطبعوا معها إلا إذا حنا كنا كفاعلين في الحقل السياسي وعلى رأسهم الأحزاب السياسية وعينا بالدور ديالنا. أنا كنقول بأنه الشعب اليوم الوعي ديالو ارتفع بشكل كبير جدا، وهذا الارتفاع يجب ان زعما ان يذهب معه، وان يعني يوازيه يعني الوعي لدى الاحزاب السياسيه بالدور ديالها اللي خصها. ولكن ملي تقول تحكم تعني حزب واحد اللي هو معروف، يعني هذا هو شوف تقليديا تتوجه له الاصابع عندما يتعلق الامر بالتحكم، وهو حزب الاصاله والمعاصره. وما دام جات منه كيقول لك قضيه متجاوزه انت بغيت ترجع لها، التحكم منهج للاسف الشديد، وعرفناه يعني في مجال سياسي وفي المجال الاقتصادي وفي المجال الثقافي وفي المجال الفني، قطعنا معه في هذه المجالات، باقي في المجال السياسي مازال البقايا ديالو. هذه البقايا خصنا نقطعوا معها. ما معنى التحكم؟ هو انه عوض ان نتحكم لصناديق الاقتراع ولا اراده الشعب، كنمشيو كنديروا اساليب باش نغطيو على هذا الشيء اللي كيديروا الشعب باغي واحد اتجاه معين،
بغى هاد الاحزاب الاغلبيه ولا بغى المعارضه خصنا نحترموا الاراده ديالو. ما معنى انتخابات؟ انا بغيت نرجع مادام الاستاذ قال نمشيو للامام، بغيتش ترجع، والا كيفاش غادي نفسروا حنايا انتخابات ديال مجالس الجهات؟ هذاك عيب وعار وصمه عار غتبقى على جبيننا كي خصنا نتجاوزوها في 2016. ثم ملي كنتكلموا بخصوص الانتخابات راه توجهت الاصابع حتى الاحزاب الاغلبيه لانها غضت الطرف على وكانت جزء من هذاك التحالفات وديك الاتفاقات، ماشي غير المعارضه بوحدها اللي تحكمت. هناك احزاب معكم في الحكومه الان اللي تخلات ومشات مع المعارضه ضدا في الخيار ديال الاغلبيه، يجب الاعتراف. دابا احنا ما كنقيموش انتخابات بغيتي نقيموها نديروا لا علماء. لا غير بداو لا ما معنى انا بالنسبه الي هل تلك الاحزاب هي بغات دير التحكم؟ انت قلتي كاين حزب واحد وهي الذي ينات، ولذلك اليوم ملي كنظروا النتائج شكون الذي حصل على اكبر عدد من الجهات؟ بالرغم من ان القاعده الديمقراطيه كتقول اودي كاين واحد الحزب جا هو الاول، كاين اغلبيه جابت، كاين معارضه جابت، خصنا نحترموا على الاقل. ما معنى ان واحد في هذه انتخابات الجهه وفي مجلس المستشارين واحد جاب واحد العدد قليل جدا وصدق يعني رئيس ديال المؤسسه او غير. انا بغيت هذا الموضوع نجاوب نشوفوا خلينا نشوفوا السي وبي خلينا نشوفوا السي وبي علق على هذا لان الكلمه ديال التحكم جبتيها وجبدات عليك. لا انا فاهم السي عبد الله بواناش كيقصد، تقصد ماشي فقط الاصل المعاصر، كيقصد جميع الاحزاب اللي رفضت التحالف معاهم في الانتخابات. اي حزب رفض التحالف معاهم في الانتخابات فهو يمارس التحكم. يمارس عليه الناس عندها البلوغ السياسي. ما كاينش واحد قاصر سياسيا، كل واحد عنده الحريه في اتخاذ القرار اللي كيشوفه مناسب. لانه استطعنا نحصلوا على مواقع داخل الجهات، ماشي كيعني اننا كنديروا التحكم. اننا دخلنا في تحالفات ما نجحتوش ندخلوا فيها. ولكن دخلتوا انتوما في تحالفات على مستوى مجموعه من المدن وخديتوها وما اعتبرناها حنا تحكم، اعتبرناها ممارسات ديمقراطيه. جا واحد الاول ولا جا الثاني، هذا تحليل ديالك. انا تحليل ديالي انا كنعتبر بان هذه قضيه التحكم اذا بغينا نفسروها كما جا نطرحوا ما هي الوسائل اللي كتملكها التحكم. واحد كيملك الحكومة، تيملك السلطة، تيملك القرار السياسي، تيملك الأغلبية، تيملك أجور الموظفين المضربين وكيخفضها منها، تيملك الزيادة في السكر، تيملك إلغاء صندوق المقاصة، كيملك واحد من تاع الزيادات وكيقرر فيهم لوحده. وكتسميهم تحكم؟ وتقرر فيهم لوحده وكيعتبرهم ماشي تحكم، واحد من حيث كيجي كينتقدو كيعتبرو تحكم. أنا أعتقد بأننا إذا سمحتي سي عبد الله وأنت صديق أننا نقوم بهدم التطور الديمقراطي في المغرب حين كنبقاو نعتبروا أن الأزمة اللي كيعيشها المغرب هو التحكم. الأزمة اللي كيعيشها المغرب هو عدم الاعتراف بالواحد بالآخر. الأزمة اللي كيعيشها المغرب هو يعتبر أن الديمقراطية هو أن ننجح في الانتخابات والآخر يعترف بنجاحه كما اعترفنا نحن بنجاح الآخرين. وأنا قلتها في أول لقاء على الانتخابات. كنعتبر بأنه الانتخابات وحنا اعتبرنا في الانتخابات كذلك وقلتها في الانتخابات. نتائج الصناديق عطتكم واحد المجموعة على المسؤوليات على مستوى المدن، وعطتنا واحد المجموعة على المسؤوليات على الجهات. لماذا تعتبرون أن المسؤوليات اللي حصلنا عليها حنايا فيها التحكم واللي أنتم ما حصلتوا عليها نازلة من السماء؟ العنصر الثاني الأول، أنا جيت الأول في عدد من المدن احترم كون الأول صوتوا عليا كون الأول ولا أما أنت أما جيت كون الأول ولا كنت الثاني الخامس التحالفات ديالك تعطي النتيجة ماشي الأول ولا الثاني. المسألة الثانية أنا بغيت غير نزيد علاش غنديروا انتخابات لكنا غادي نشوفوا واحد فينا يتكلم خلينا ما تقاطعش على سي بوانوس فينا يتكلم وأنا والله ما نقاطعك أستاذ عبد الله كتعرف القضية معك بالضبط تفضل مع كامل احتراماتي أستاذ عبد الله. المسألة نعم المسألة الثانية اللي بغيت نقول الحمد لله بأنه الشتاء ليس قرارا سياسيا وإلا نسبه كل حزب لذاته. الشتاء من عند الله والحمد لله احنا عاجزين عن شكر جميع اللي كيعطينا الله في البلد هذا، عطينا الاستقرار، عطينا لا ما نشتركه معكم هو احترام الثوابت والدفاع عن الثوابت واللي هو مشترك عند جميع الاحزاب ماشي غير بيناتنا فقط. كذلك حنا عندنا واحد المجموعه تاع الرغبه باش نطوروا العمليه الديمقراطيه والعمليه الديمقراطيه تعليم ومدرسه وتطور ونقاش. ولكن حينما نبدا في الهجوم على الطرف الاخر وكنقولوا له مباشره انت غادي دير التحكم، كيطرح المواطن السؤال كيفاش واحد السيد عنده السلطه وعنده القرار وعنده السياسه وعنده الوسائل وعنده السلطه الاداريه وعنده الدستور وعنده المؤسسات وعنده الاغلبيه وكيقول لك التحكم، اشنو اللي بقى لكم ما خديتوه باش تقولوا عندنا حنا التحكم؟ لان فقط كننتقدكم، العكس ما يضمن شرعيتكم هو حضورنا لاننا ننتقدكم ولاننا نمارس المعارضه. حيدنا السي بن كيران شي سلطه اللي كانت عنده اللي حنايا ممكن نحترمها فيه احترمناها فيه، كيحضر معنا في البرلمان وكيناقش معنا. وجودكم مرهين بوجودنا وكذلك وجودنا.
مرهين بوجودكم، لان نحن كنا كنشتغلوا في اطار الثوابت، كنشتغلوا في اطار التجربه الديمقراطيه، والا ما استطعناش ندافعوا على الديمقراطيه وخلينا المجتمع المغربي مغلق في موضوع انت كتحكم وانا كنتحكم، انت بغيتي تهيمن وانا بغيت نهيمن، هذا النقاش هذا ما عمره يطور العمليه الديمقراطيه، يمكن يخلي لكم الشعبويه، يمكن يخلي لكم ممارسه السلطه لواحد المده اخرى، ولكن واش غادي يكون الهدف ديالو هو بناء الوطن على المستوى الديمقراطي؟ هذا هو السؤال. واش هذا التصرف وهذا السلوك هذا اللي قلت ما دخلنا في البرلمان نوض واحد باللور مقابلنا غير متى تدخلوا باش يقول لنا انتم كديروا التحكم؟ اعتقد ان خصنا نتجاوزوا هذا الموضوع، لان خلقتوا ثقافه لدى المواطن وهذا هو اللي خطير، خلقتوا ثقافه لدى المواطن على ان كل من تكلم فهو يريد ان يتحكم، ولا المواطن كيعتبر بانه شكون تحكم شكون ما تحكم، في حين خصنا نخلقوا لدى المواطن ثقافه ان الذي يسير يسير والذي ينتقد ينتقد من هذا المنطلق. انا ادعوكم باش نخلقوا لغه اخرى جديده، لغه كتبني المؤسسات الديمقراطيه، لغه كتبني المؤسسات والاحترام المتواجد، انتم موجودون ننتقدكم، نختلف اليوم، قد نتفق غدا، وقد نختلف بعد غد، وهذا طبيعي جدا، لان الذي يجمعنا الوطن، اما غير الاتهامات والاتهامات المباشره، فيمكن الواحد يجلس النهار كله هو كيوجد في الاتهامات، كيبقى في الاخير الشارع اش غادي يقول؟ نعم، اذا نشوفوا حزب الحركه الشعبيه السي حسن العرج فاين يقف بين هذه المواقف، انتم عضو في الاغلبيه الحكوميه، يعني كيف تنظرون الى هذا الخطاب؟ احنا ننظر دائما بموضوعيه وعقلانيه في ظل التطور الذي يشهده المغرب. فعلا احنا تقولوا نحن امام تحديات سياسيه ديال 2016، وحنا بالنسبه للفريق او حزب الحركه الشعبيه احنا دائما نعتز بالتحالف الحكومي، لان حينما نتحدث عن المشهد السياسي المغربي لابد ان نستحضر على ان الدستور اعطى مكانه متميزه للاحزاب السياسيه من خلال اول المقتضيات الدستوريه، وكذلك من خلال قانون التنظيم المتعلق بالاحزاب السياسيه اللي اعطاها واحد المكانه مهمه خصوصا فيما يتعلق بتاطير المواطنين. هذه نقطة أساسية، البعض لا ينتبه إلى العديد من المقتضيات التي جاء بها القانون التنظيمي ديال الأحزاب فيما يتعلق بتأطير المواطنين وكذلك تدبير الشأن العام المحلي. إذا نحن أمام تحديات، وحنا كنعتبروا دائما أن حينما نتحدث عن التحالفات دائما نستحضر أن هناك مستويين ديال التحالف، كاين مستوى طويل الأمد اللي كيتبنى اللي حاليا كاين على مستوى الايديولوجي على مستوى البرامج، وبالتالي نحن مرتاحون في اطار التحالف الحكومي ديالنا، واحيانا تيكون المستوى الثاني ديال التحالف، هذه نظريات دائما تدرس في علم السياسه، حينما نتحدث عن التحالفات كيكون هناك تحالف على المستوى الاول تيكون ايديولوجي طويل الامد، وثانيا تيكون المستوى اقل وهو المستوى الثاني وتيكون ظرفي زماني، وبالتالي نعتقد انه على مستوى الانتخابات ربما الجماعيه الى غير ذلك لابد ان يكون تحالفا ظرفيا مكانيا زمنيا الى غير ذلك، وبالتالي احنا عندنا قناعات هو اننا نطور المشهد السياسي، نعزز مكانه المؤسسات الدستوريه في البلاد، لان هناك انتظارات ديال المواطنين وانتظارات خصوصا فيما يتعلق بالمستقبل. حينما جاء دستور 2011 جاء بالعديد من المكتسبات على مستوى الحقوق على مستوى الحريات، ونعتقد نحن في حزب الحركة الشعبية كفاعل أساسي في التحالف الحكومي أننا ملزمون في هذه السنة الأخيرة، عندنا تحديات سياسية اقتصادية اجتماعية، ونحن مرتاحون فيما يتعلق بمجموعة من الإصلاحات على مستوى الدستوري من خلال إخراج العديد من القوانين التنظيمية وهذه لابد أن ننتبه إليه، كذلك على مستوى الإصلاحات السياسية، كذلك على مستوى الإصلاحات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، هذا لابد أن نعتز به خصوصا في إطار التحالف الحكومي ديال أحزاب الأغلبية. سي عزيز، انتم ايضا يعني تتشكوا من التحكم ولكن تتنسبوه للحزب الذي يقود الاغلبيه الحكوميه، ورغم انكم هو كاين جوج نقاط، لان تكلمتوا على مساله الجفاف وتكلمتوا على مساله ديال الانتخابات الاخيره، ف ما جبدنا بالسيف عاوتاني قصيفة ديما حضارة لان الجفاف بداوا الناس بداوا يطلبوا العلف. اذا ما تتفقش مع بوينو قالنا المغرب كان مشمول لا، لان حتى التصيحه تصميه الان يعني فيما يتعلق بالجفاف كتقول في احسن الاحوال غادي يكون موسم متوسط نعم، والان انحباس المطال لهذه المده هذه طفعت مطالب اجتماعيه ديال الفلاحه الصغار المتوسطين والكسابه فيما يتعلق بالشق المتعلق بالمطالب ديالهم ديال الاعلاف المدعمه، وهذا اظن انه تدخل
وفي هذا الصدد كان احنا عندنا تجربه في المغرب في هذا الصدد بالنسبه لبرنامج محاربه اطار الجفاف واللي كانت الحكومه ديال التنوب دخلت فيه اموال في 99 من اجل يعني المواجهه ديال هذا الجفاف. فهذا اشكال واللي خص الحكومه منذ الان انها تصدق المساله وتدخل وما تخليش حتى نشوفوا لا قضاء الله كيتما. وبالتالي ما خصناش نكونوا ضافيين، خصنا نلقاو الحل الان، نلقاو جواب منذ الان. لان يعني عندنا دابا الافق الى استمرت الامطار في يناير وفبراير ومارس غادي يكون متوسط. وبالتالي هذا اظن انه ان الاوان باش غيكون تدخل، ماشي عاد غادي نخليه الى ما بعد. مساله الانتخابات ماشي هذا الشيء اللي قال السي عبد الله، فحتى رئيس الحكومه كان قال بان الانتخابات ديال 14 تنبيه اعطاها ما اعطاها. وحتى امين عام داخل الاغلبيه الحكوميه صاح بهذا، والمعارضه كمعارضه صاحت بهذا. ونحن في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه في اللجنه الاداريه الوطنيه 14 نوفمبر قمنا درنا واحد التشخيص وواحد التحليل اللي بينا فيه شنو هو الاختلالات ديال الانتخابات الاخيره. اظن انه من المسؤول؟ الحكومه. شكون خصو يجيب اصلاحات؟ الحكومه. أن لا يعقل أنه الآن نمشيو بهذه اللوائح الانتخابية الانتخابات التشريعية لهذه اللوائح ديال التصويت، وهي لوائح كلها أخطاء، كلها مشوبة بأخطاء، ومواطنين ما تمكنوش يصوتوا لأن ما عندهمش الوصل اللي يثبت التسجيل ديالهم من عدمه. ما يمكنش أننا نمشيو لهذه الانتخابات وحنا يقال لنا أنه نتجهوا للقضاء الاحتجاج وحنا كنعدموا الحجة لأن أوراق التصويت يتم الإحاق ديالها وهذا غير مقبول. ما يمكنش نمشيو للانتخابات وحنا ما عندناش قوانين اللي غادي تصلح هذه المنظومة ككل، واللي غادي ما يمكنش نمشيو وحنا ما كنحاربوش الفساد والمال، لأن البناء المؤسساتي راهين بانتخابات نزيهة. والإصلاح السياسي والانتخابي يبدأ من القوانين واللي ممكن من خلاله نعطيو مجالس ذات كفاءة وذات مصداقية واللي ممكن تشتغل. حنا الآن كنحتجوا على مجالس لأن كاين ما كتأديش الدور ديالها، ما كتعرفش الدور ديالها، ما كتش ولا المسؤول من؟ هو إصلاح القوانين. وهذا الشيء خصو يتم منذ الآن، ما خصناش نخليوه حتى الأخير لحظة ونجيبوه، وأن يتم بتشاوك مع المعارضة. لأن المؤسف أن رئيس الحكومة ما سبق ليش عقد أي لقاء تشاوري مع المعارضة. وهذه توجهات ديال النضال الليبرالية اللي كتعتبر المعارضة خصم، وبالتالي ما ممكنش نجلس معها. والحال أن المعارضة قوة اقتراحية وقوة اللي ممكن أنها تكون مفيدة للأغلبية. هذا فيما يتعلق بالانتخابات. وبالتالي فأي إصلاح ينبغي أن يتم وفق الإصلاحات القانونية واللي خص الحكومة تجيبها داخل الأجل من أجل أن يكون هناك تشاؤك وتفاعل ديال جميع الفرقاء معه. سي بوانو، قلتي بأنه سنة انتخابية وآخر يعني الأشهر في عمر الحكومة، قلتي أنه اللي بدأت كانت البداية ديالو يعني حسنة، يعني الخاتمه غادي تكون حسنه. رغم ذلك ان شاء الله، رغم انه ربما البعض يقول بانه البدايه ما كانش يعني حسنه كما تقول، كشابها ما شابها من عراقيل من مشاكل. وحتى النهايه الان هناك مع بدايه السنه من يطرح عده تساؤلات حول القرارات اللي غتاخذها الحكومه، وفي يعني في مقدمتها ملف التقاعد اللي منذ الان تيبان بانه غادي يكون هو الملف الساخن، واللي ربما يعني الحزب ديالكم يقدر يؤدي الثمن ديالو في نتائج الانتخابات بسبب الإصرار. عرفنا بأن الحكومة يعني أصرت على تقديمه في اجتماع مجلس الحكومة القادم تصور الخطة ديالها لإصلاح نظام التقاعد. أولا دعني أعقب قليلا، ما غاديش نوقف أنا في هذه القضية ديال التحكم. الصلاحيات اللي عند الحكومة واللي عند رئيس الحكومة واللي عاطيها له الدستور لا استبعد ان يتم انه تم او سيتم يعني استعمالها من اجل مصلحه حزبيه ضيقه. وهذا الشيء وما كاينش علاقه ديال التحكم بالنقد والانتقاد والوجود وعدمه والاعتراف من غيره. التحكم بالنسبه للمغاربه هو جوج الحوايج. اولا التدخل في قرارات داخل احزاب اخرى، وهذا يقع ووقع، ما غاديش نرجعوا 2007 و2009 و2011، دابا في 2015 وكاين بيانات
والموقف ديال حزب محترم اللي اكد بهذا الشيء. ثم ثانيا هو انه منين كنجيو النتائج الديمقراطيه، الشعب قال الحزب الاول فلان، الحزب الثاني فلان، الحزب الثالث فلان، الحزب الرابع فلان، ما يمكنش. حنا جينا ودرنا اصلاحات وقلنا ما يمكنش يترشح لرئاسه جماعه الا الاحزاب الثلاثه الاولى، اتفقنا الخمس الاولى واتفقنا. فهاد الخمسه مشينا كنفسروا الديمقراطيه هو الديمقراطيه هو التحالف، غير منطقي. الشعب عطى واحد التوجه وما يمكنش. حنا كيصوت على واحد التوجه، واحد اللون، واحد الرمز، وفي النتائج كيشوف رمز اخر. هذا هو التحكم، ما بغيناش نزيدو نفصلوا فيه اكثر. حنا كنقولوا 2016 يجب ان نقطع مع التدخلات نهائيا. طبعا كاين الجانب القانوني، كاين، ولكن كاين جوانب اخرى اللي خصنا نتفقوا عليها كاحزاب. كفا، خص الحزب واللي هذا الحزب اللي كنتكلموا عليه خصو يعرف بانه خرج على المغرب. كيكفي ما نرجعش ل 2011 والشعارات واللافتات، هذا الشيء الشعب المغربي قالوا، فاذا لا داعي باش نرجعوا له. حنا كنقولوا يجب ان نقطع معه، وكل فاهم يفهم. بالنسبه للانتخابات القادمه ثلاثه الحوايج، اللوائح ازيد من 15 مليون اليوم اللي مسجله، اللوائح راه مفتوحه دابا. ما اثير حولها ولا زال يثار، وانا جزء من الناس الذين يثيرون البعض من هذا الشيء، ولكن كنقول بلادنا كتمشي في اطار واحد التوافق، داك الشيء اتفقنا عليه. اما لجينا كل واحد بما فيه العداله والتنميه يبقى يقول لا، وقف البيضه في الطاس في الراي ديالو، ما غنتقدموش. ثانيا هاد القوانين اللي كنتكلموا عليها اليوم، ملي كنشوفوا كنقارن انا على الاقل عشت 2002 2003 2007 2009 2011 2015 تبعتها وعرفتها وشفتها. اليوم عدد الشكايات اللي كانت عند الانتخابات الاخيره اقل من 1000، ما عمرها تسجلت، ما عمر تسجل هذا الرقم القليل من الشكايات. صحيح شبه ما شبه من فساد مالي، ما يمكنناش يعني نقول نغمضوا عينا ونقولوا ما كانش فيها فساد، كان فيها فساد مالي والكل يعرفه. ما يمكنش نتكلموا على انه لا بد من الحوار، وما كانش حوار مع المعارضة، كان. وانا حضرته مع احزاب سياسيه ومع اشخاص بعينهم رؤساء احزاب سياسيه، وكان الحوار مع رئيس الحكومه. صحيح كانت البدايه، ولكن استمر، يعني نقول لك ازيد من 9 اللقاءات اللي كانت مع وزير الداخليه، واستجاب في الحوارات للمعارضه اكثر من تجاوب مع الاغلبيه، وما عندناش مشكل من اجل مصلحه البلد، ما عندنا حتى شي مشكل. فيما يتعلق بالبدايات، انا كنقول البدايه لابد عندها لكل حال تحديات الى غير ذلك، ولكن انا كنقول العبره بالنتائج. اليوم الانجازات، هذا اللي كنقصد بالبدايه. نعم. اذا كانت الثمره كتبان، الشجره بدات كتنبت الثمار ديالها، نامل ان هذيك الثمره نقطفوها جميعا، لان مصلحه المغرب اللي كتكلم على الانتخابات ديال 64، ما كنقولش حيت نجح فيها حزب العداله والتنميه، وكنشكر المغاربه الذين صوتوا، ولكن هي نجح المغرب، نجحت الديمقراطيه المغربيه. ولذلك انا بالنسبه الي مطمئن نوعا ما، اذا احنا كاحزاب وكفعاليات تجاوزنا بعض الجوانب، من هادشي اللي ذكرت ديال التحكم، غنأديو الثمن. اسيدي حنا كعداله والتنميه مستعدين نأديو الثمن من اجل مصلحه المغرب. حنا مستعدون ان نؤدي الثمن من اجل الاصلاحات الحقيقيه، ودارت اصلاحات، لانه ملي كنرجعوا ل 2013 ويونيو 2013، الزيادات اللي كانت في المحروقات، او ملي كنمشيو 15 مليار، كلشي انذاك كان كيقول الناس ستؤدون الثمن. قرارات الشجاعه التي اتخذها رئيس الحكومه واتخذتها الحكومه، سواء في الاغلبيه الاولى او في الاغلبيه الثانيه، كانت جريئه، والمواطن لمسها، اشتمها، قدرها، وصوت عليها، لانه كيعرف بانه ما دارتش من اجل مصلحه حزب معين، دارت من اجل مصلحه البلاد. ولذلك التقاعد بالنسبه الينا قتل حوارا. كاين اللجنه الوطنيه، اللجنه التقنيه، سميتو عليه الصندوق، سميتو يعني برا بعد الخارج، يعني منظمه العمل الدوليه، عاد نجيو حنا المجلس الاقتصادي والاجتماعي، المجلس الاعلى للحسابات، البرلمان، هادشي كله تقارير كلها كتقول بان كاين مشكل، كاين اختلالات.
كيخصنا نعالجوا هاد الاختلالات، لان غادي لان المغربي غيدفع غدا غيدفع المغرب كامل 34 ماشي 850 الف موظف، هاد 34 مليون ديال المغاربه سيؤدون الثمن اذا ما صلحناش، لان هذوك الفلوس غادي نهزوهم من جانب ونحطوهم تما. فلذلك انا اقول في التقاعد بالنسبه الينا الحوار كان وخصو يستمر، ولكن خاص الاصلاح، ومن اجل الاصلاح اسيدي مرحبا ان هاد 34 مليون اذا قالوا لنا احنا اخطانا مرحبا، ولكن نظن باننا نحن نتخذ هذه القرارات الجريئه من اجل مصلحه المواطن، من اجل مصلحه هذاك الشاب واللي باغي يشتغل، من اجل مصلحه هذاك الطفل، من اجل مصلحه هذيك القرى اللي هي مهمشه ومقصيه خصها دير لها استثمارات تكون عندها السبيطارات. هذا الشيء علاش كيخص اصلاح ديال صندوق التقاعد، كنظن كيما فهموا اصلاح ديال المقاصه غادي يفهموا اصلاح التقاعد. اذا ما غاديش نستمروا في هذا النقاش ديال التحكم. ايوا انت قلتي ولا قلت انت؟ لا ما نستمرش في النقاش ديال التحكم لانه غادي نثقلوا على المشاهدين. انا معك. وما يمكنش دير الحمله الانتخابيه سابقه لاوانها حول موضوع التحكم. الان اللي مطروح هو الحكومه ما هي ماذا فعلت في 4 سنوات. صندوق التقاعد مثلا احنا نختلفوا مع الحكومه بانه خصو اصلاح. نختلفوا معها في طريقه الاصلاح. وهذا حقنا كمعارضه. كنعتبروا ان الاصلاح يجب ان يطور باتفاق مع النقابات. لان هي تمثل المعنيين بالامر. وان السي بن كيران خصو يقبل هذا الحوار ويقبل بعض مطالب النقابات. كذلك نحن نعتقد بانه الان حان الوقت ولمن اجل الديمقراطيه نقيموا العمل الحكومه بشكل موضوعي. اما واش قبل الشعب المغربي ولا ما قبلها هذا موضوع اخر. هذا موضوع اخر. اضافه الى ذلك انه الاحزاب السياسيه اللي كتكلموا عليها واللي اعتبرتوها بانها فيها تدخل هي احزاب محالفه لكم. وكتدخلوا فيها الان عبر التحالفات اللي عندكم معها ودرتوها في الحكومه وكتقروا فيها عمليا. حنا غير كتخلقونا، ما يمكنش واحد يخلق معارك وهميه ويعطي نفسه بطوله وهميه، ما يمكنلوش. اذا كانت شي حاجه واضحه ستكون مطروحه. ونعتقد بان هناك استغلال لمفهوم التحكم من اجل تمرير العمليه الانتخابيه المقبله. وهذا مصحيح لان كيسيل الديمقراطيه وكيسيل شرعيه الاحزاب ككل وكيهيل الاحزاب اللي معكم في التحالف وكاين الاحزاب اللي كاين. لهذا فعلا موضوع التحكم غادي نتجاوزوا واخا تعاود تجي تردوا السي عبد الله انا غنتنازل لك عليه كموضوع يثير رغبتكم ويثير بل انكم عندكم نائب برلماني مكلف به. المقالات ديالك ما كتبقاش هذا الجانب؟ على كل انا كنكتب ما عندي مشكل، انا مفهوم التحكم كنخطر في الموضوع معك فيه ولكن هو موضوع الكتابه. نرجعوا للموضوع الثاني. انا كنقول ان الحكومه في موضوع صندوق التقاعد درت خطأين. الخطأ الأول كما قلت هو الحوار ما وصلش المدى. والعنصر الثاني اعترف به السيد رئيس الحكومة المحترم حينما قال لقد تأخرنا في هذا الإصلاح. وقال في البرنامج علاش ما حاسبتونا؟ تأخر هذا الموضوع هذا. وكذلك واحد المجموعة تاع القضايا أخرى لم يتم الحسم فيها اللي مطروحة على المجتمع، مشكل التعليم. اللي الحكومة لحد الآن ما دارتش القانون الإطار. وأصبح التعليم كأنه يسير من طرف مجلس الأعلى للتربية والتكوين وماشي من طرف وزارة التعليم. بل انه لا يقبل مثلا ان السيد رئيس الحكومه يجيب وزير ديالو في مؤسسه وهو رئيسه ويفوض له ويملك عليه السلطه السياسيه ويبهدلو. كان يتكلم معاه في الحكومه في هذا الموضوع. ما يخرجش هذا الشيء في مجلس المستشارين. كاين واحد المجموعه تاع الانزلاقات في ممارسات السلطه فيها حتى هي نوع من التحكم خا تجاوزناه وفيها نوع من الانزلاق الدستوري. وكاين عده قضايا اخرى كطرح نفسها. لهذا الان واش حنا بغينا نبنيو تجربة ديمقراطية ولا ما عندنا رغبة باش نأسسوا في المغرب تجربة ديمقراطية وغادي نبقاو ندور واحد الاسطوانة مشروخة كنسميوها أسماء معينة. اسمح لي السيد العدوي، الموضوع اللي مطروح الآن هو أن المغرب عنده تحديات كبرى. أنا قلت القضية الوطنية، قلت القضية الاقتصادية، قلت القضية الفلاحية، قلت قضية الماء، قلت قضية الأجور، القضية ديال الأجور. كلشي تكلمنا على الأجور، ولكن من فكر يوما بتأسيس هيئة وطنية لمراقبة حسن استعمال الأجور على مستوى القطاع الخاص، على مستوى المؤسسات العمومية؟ رؤساء المؤسسات العمومية اللي كيحصلوا عليه. كلشي كيتكلم على المعاشات البرلمانيين مزيان، ولكن شكون يتكلم على المؤسسات العمومية والأجور اللي كيملكوها والمداخل اللي كيملكوها والبريمات اللي كيوصلوا ليها وكتجوز بالملايير؟ مزيان في الموضوع، ولكن واش ما كتعتقد بأنه الآن بدينا كسياسيين كنخلقوا واحد المسافه تاع
تباعد بينه وبين الرأي العام اللي كيهتم بمواضيع أخرى وكيخلي مواضيع جوهرية وهي أساسا الديمقراطية، وهي أساسا أن المؤسسات الديمقراطية بما في البرلمان يجب أن تلعب دور. وهنا بغيت نقول سيدي عزيز، أنا بالنسبة لي الحكومة تشاركني في النقاش. ما معنى حضور رئيس الحكومة للبرلمان شهريا؟ هو يناقش معايا ونناقش معاه. أنا لا يمكن أن أشارك الحكومة في قرارتها إلا في إطار البرلمان. البرلمان هو المجال الوحيد التي تكون فيه الحوار والمناقشة مع الحكومة، ماشي مجالات أخرى. هذوك الكواليس وكيتلاقاو رؤساء الأحزاب مع رئيس الحكومة، هذاك الشيء عندي ما ندير به. أنا مؤسسة دستورية اللي كتهمني واللي كتشتغل فيها. هذا أنا كنعتبر بأن المساءلة ديالي الرئيس الحكومة، إذا سمحتي، المساءلة ديال رئيس الحكومة والحصيلة السنوية أنا كنعتبرها مجال، لأنه السيد رئيس الحكومة ماشي ملزم فقط يجاوبنا، ملزم ياخذ بعين الاعتبار ملاحظتنا. وملاحظتنا كنجيو كممثلي الأمة فيها، كنعبروا على من الأمة، سواء رفضونا ولا قبلونا، اعتبرونا حزب من هذه الجهة ولا من ديك الجهة، ولكن حنا ممثلي الأمة حصلنا الأصوات. لهذا أنا ما كيهمني كل شيء، النقاش ما تيهمني. أنا اللي تيهمني كيف يمكن أن أضمن الاستقرار الاقتصادي والسياسي وتطور هذا البلد. أنا كان في تاريخ بريطانيا عندهم واحد المرحلة سموها، أنا ما كنعرفش الإنجليزية بزاف، هذاك جولد إيج، العمر الذهبي. العمر الذهبي هذه بعد الحرب العالمية الثانية تلاقت الأحزاب كلها قالت بون عندنا واحد المجموعة تاع المشاكل الكبرى في هذا البلد، غادي نحلوها عاد نديروا السياسة في الصراع. وقضوا واحد المدة اختار فيها واحد رئيس حكومة متفق عليه وحلوا المشاكل الكبرى كلها مطروحة، ومن بعد عاد جلسوا كيديروا السياسة اللي كنديروها الآن. حنا بدينا من التحت. الآن راه هذا النقاش الهادئ اللي كتشوف غير لأننا أنهكنا بالسياسة وأنهكنا الجمهور معنا. لو كنا جينا هنايا في 2011 كنا كنتغوتوا، تعبنا كنا. ما خصناش نتعبوا الشعب المغربي، الشعب المغربي محتاج يحل مشاكله في التمدرس، في الصحة، في ضمان المستقبل، في الشغل، في البطالة. إلا حلينا هذه المشاكل، أنتم كقرار سياسي الآن موجودين في الحكومة غدا ما عرفناش غتكونوا ولا لا، ولكن أنا متيقن، وحنا كمعارضة باش نوجهوكم، باش ننتقدوكم، باش نقدموا البديل لكن عندنا القدرة باش نقدموا لكم. وبالنسبة للانتخابات المقبلة، أنا متيقن بأنها ستكون انتخابات نموذجية. وأنا هنيتكم في الانتخابات اللي فاتت. رغم كل ما يقال عنها، رغم كل الأوصاف التي صرنا فيها، قلنا أن الوطن هو الذي فاز في هذه الانتخابات، وأنا أريد أن يفوز الوطن مرة ثانية، لأنها الضمان الأساسي لاستمرار إعمال الدستور وتطوير العملية الديمقراطية وضمان احترام الثوابت اللي هي في الدستور. وهذا ما كنختلفوا فيه سي عبد الله يمكن. وما فيهاش تحكم. كنتمناو كنتمناو فيها. الحركة الشعبية كيف تتوجه إلى هذه الانتخابات إطار الأغلبية؟ وألا تعتقدون بأن هل ستستمر يعني هذا التضامن مع الأغلبية حتى يعني حتى وقت الانتخابات، أم أنكم ربما متخوفون من أن بعض القرارات الحكومية كيف قلت للسيد لا يمكن تأثر على نتائج الانتخابات؟ كنعتبروا أن القرارات الصادرة على الحكومة احنا شركاء في التحالف الحكومي ونتحمل المسؤولية. احنا غير اللي تنقولوا بان هناك اصلاحات كبرى اللي تعملات في هذه الحكومه ولا بد من استحضارها. ربما هناك كانت يعني اكراهات، كانت صعوبات، ولكن كاين اصلاحات كبرى لا بد ان نسجلها بايجابيه. ولكن دائما تنقولوا لا بد ان يكون الخطاب السياسي مسؤول في هذه المرحله، وبالتالي لا بد ان نعزز مكانه المؤسسه الدستوريه، ويعني ونمشيو في واحد الخطى ثابته. ويمكن لي نقول لكم بانه هناك تحديات كانت على عند الحكومه وفي هذه السنه الاخيره بالخصوص، ولا بد من استحضار مجموعه من الاصلاحات. من اخر هذه الاصلاحات هي الاستراتيجيه الوطنيه لمحاربه الفساد. هذه الاستراتيجيه قائمه، لان حينما جاء دستور 2011 كان من اهم الاشكاليات التي عالجها دستور 2011 هي الاشكاليات الريع والفساد والرشوه الى غير ذلك. وبالتالي حنا تنقولوا هذه الاستراتيجيه الاخيره التي صدقت عليها الحكومه متعلقه بمحاربه الفساد جاءت بمجموعه من المنطلقات اللي ادت الى تنويه مجموعه من المنظمات بما فيها المنظمه ديال شفافيه ترانسبارونسي المغرب الى غير ذلك، اللي نوهت اولا بالديمقراطيه التشاركيه. هذه الاستراتيجيه يعني كان تنويه في العديد من البلاغات ديال الهيئات ديال الحكمة إلى غير ذلك، اللي قالت بأن هناك الديمقراطية التشاركية حاضرة في الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، اللي قامت على مجموعة من المشاريع اللي غتكون ديال الإصلاحات. إذن هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لا بد أن نستحضر أننا في واحد سياق دولي متغير،
واحيانا غامض، وبالرغم من ذلك الاقتصاد المغربي صامد في التوجهات وفي التقلبات العالميه. اذا حنا كنعتبروا ان هنا تحديات كبرى لدى هذه الحكومه، وحنا مقتنعين ومطمئنين سنواصل هذه الاصلاحات، لان المحاسبه غتكون في اخر نهايه هذه الولايه، ولكن حنا مطمئنين في تفعيل العديد من المكتسبات اللي جاء بها دستور 2011، واخرها كذلك تفعيل الجهويه المتقدمه. المغرب دخل في الجهويه المتقدمه اللي حنا بدينا في المنطلقات، خصوصا في بعض النقاط او المقتضيات الدستوريه اللي كتقول لك بان التنظيم الترابي للمغرب هو تنظيم لا مركزي يقوم على الجهويه المتقدمه. اذا هذا المشروع ديال الجهويه المتقدمه انطلق، وحتى الميزانيه ديال 2016 خصصت مبالغ مهمه لانطلاق الجهويه. كذلك هناك اوراج كبرى ديال الاصلاحات بما فيها اخراج القوانين المتعلقه بالسلطه القضائيه الى غير ذلك، ولكن حنا تنقولوا بان الحصيله ديال الحكومه لحد الان هي ايجابيه، وسنكون كذلك مطمئنين في الشهور اللي جايه، خصوصا في ظرف في واحد السياق وطني متميز ودقيق ومفصلي اللي كنعتبروه مفصلي في هذه المرحله هذه. هو باش نتحدثوا على الحصيله ديال 4 سنوات لابد ان نعملوا شنو هي الاسس اللي على اساسها اننا نتحدثوا على الحصيله. وقبل ما نمشي لهذه المساله لابد ان نجاوب السي عبد اللطيف اللي قال بانه رئيس الحكومه كيشارك معاهده في النقاش من خلال جلسات الشهيه. اظن ان الجلسات الشهيه الاطار ديالها القانوني هو المساءله والمواقبه ديال رئيس الحكومه والعمل الحكومي بصفه عامه، وبالتالي ماشي هذا هو التشاور، ماشي هذا هو التشاور، هذه مساءله، هذه عمل شيعي يؤدى. ما تحدث عن السي عبد الله في الانتخابات، انا مني تحدثت على التشاور ما تحدثتش على اللقاء اللي دار رئيس الحكومه مع الاحزاب السياسيه لتقديم القوانين ديال الجهات والجماعات الترابيه والعمالات والاقاليم. اتحدث من حيث المبدا. الان عندنا مجموعه القوانين التنظيميه، الان نحن مطالبين باتمام ما تبقى من القوانين التنظيميه، وتحددت وقلت بانه القوانين التنظيميه ينبغي ان تحظى باجماع كما حظى الدستور بالاجماع، لان هي اللي غادي تكون موضوع ديال القوانين الاخرى اللي غادي تجي من بعدها، وهي اللي غادي تكون كتحدد التوجهات ديال الدوله. ها فين تحدثت على التشاور وقلت بان الحكومه عندها النهضه الليبراليه لانها كتهرب من المعارضه وما كتعتبرهاش طرف. فاعود الى الحصيله بلا ما نتحدث انا على البرنامج الانتخابي وما تضمنه من وعود، سيما فيما يتعلق بالناتج الداخلي الخام من 7% الى برنامج حكومي فيه 5% الى المحقق الان 2.3 ولا 2.5%. غادي نمشي لاول كلمه داها رئيس الحكومه بعد تعيينه من طرف صاحب الجلاله في ميدلت، واللي قال عنده بعض الاولويات او 5 الاولويات. السكن، عندنا مجموعة البرامج، السكن الصفيحي، محاربة السكن الصفيحي، وخاص البناء، الإسمنت، هادشي كلشي فيه تراجع. نمشيو للتشغيل، لأن أعتبرهم الأولويات، قال السكن والتشغيل والتعليم ومحاربة الفساد قبل ما نوصل للبرنامج الحكومي. شنو تحقق في التعليم؟ التشغيل، أشنو تحقق في التشغيل؟ بالعكس، مثلا نعطيو نموذج فرنسا، باش تطلع حكومه التشغيل هو اللي يطلعها ومحاربه البطاله، وباش تطيح التشغيل ومحاربه البطاله هو اللي يطيحها. شنو حنا شنو تحقق عندنا؟ شنو هي المبادره اللي خدت الحكومه من اجل ايجاد الشغل الملائم لابناء هذا الشعب؟ مساله التعليم، لولا تدخل صاحب الجلاله ووقف العبث اللي كان انذاك في التعليم، فين كان غيوصل؟ والان طلب الاساتذه، طلبه المعاهد اللي هما الان في التكوين، اشكاليه المصومين، واللي الناس دخلوا على اساس تعاقد معين وبناء على قانون واضح، ونجيو حنا ونبقاو نحتجوا انه كان بلاغ، والحال انها مساله العقد هنا مبنيه على قانون، واللي الناس النهار فاش ولجوا للوظيفه العموميه ولجوا بناء على عقد اللي مستند القوانين اللي هي سائيه، ماشي هي نوايا قد تاتي وقد لا تاتي. واللي الان احنا في الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبيه اعلنا تضامننا معهم ونطالب الحكومه انه توجد لهم حل.
لأن هذه الفئة التحقت بمراكز التكوين قبل ما يكونوا هاد المصومين، وبالتالي فمطلوب أنه توجد لهم حل. ناهيك عن المشاكل الأخرى اللي كيعرفها قطاع التعليم في الوسط القاوي، في الحواضيف، من الاكتضاد، من الجودة والجودة التعليم بحد ذاتها. أزيد أضيف مشكل آخر من ما اعتبره رئيس الحكومة أنذاك أولويات محاربة الفساد. شفنا والو بمحاربة الفساد إلى حدود الآن، عاد بقينا كنسمعوا على استراتيجيات الحكومة لمحاربة الفساد، وغادي تجي في نهاية الولاية الحكومية. شنو الاستراتيجية هذه؟ إمتى غنقيموها؟ إمتى غادي نبداو في التنزيل ديالها؟ هذا فيما يتعلق ببعض الملاحظات حول بخصوص أنظمة التقاعد. لا بخصوص 2016 يعني بخصوص أنظمة إصلاح التقاعد مثلا. حنا أنا اللي غادي نقول لك بأنهم هذا الشيء اللي ما داتوش حكومة في ظرف أربع سنوات ما ممكنش ديروه في سنة. وباش نديروا نقطة نرجعوا للسطة. ما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد ماشي إصلاح، وما تحدثوش على إصلاح، لأن الإصلاح ينبغي أن يمس مالية الصندوق المغربي للتقاعد، أها، وينبغي أن يمس مالية الموظف اللي هو منخرط بالزيادة، وبالتالي هذا ماشي إصلاح، هذه معالجة. باش نحددوا المصطلحات، نحن الآن عند وما عندناش لين عليها على المعالجة ديال الصندوق، ولكن الطريقة ديال المعالجة ديال صناديق التقاعد هو فين كاين موبت الفاس، هو الإشكال. صناديق التقاعد خصها تكون بناء على حوار اجتماعي اللي هو مفتوح مع المركزيات النقابية حول ملفاتها المطلبية، ماشي غير أنظمة التقاعد وفقط، واللي غادي يكون حوار فيه تفاوض، ماشي فيه إشعاع أو إخبار أو استماع وفقط لوجهة نظر الحكومة. ومسألة أخرى، الزيادة من الثلثين ديال الفئة النشطة في المغرب ما عندهاش تقاعد، ولكن مشروع الإصلاح هذا يتضمن أنه فئات جديدة تدخل. لأن من نتحدث على الإصلاح ينبغي أن نتحدث على الإصلاح بنظرة شمولية، وحنا كنعرفوا بأنه السنة اللي مضات أول سنة في تاريخ المغرب والنقابات اللي كان فيها الاحتجاج على إغلاق باب الحوار عن طريق عدم الاحتفال بفتح ماي، وهذو إشكالات. إذا الصندوق ديال المغربي للتقاعد إلا بغينا نصلحوه ونصلحوه في واحد النظرة شمولية وبحوار وبنظرة تشاركية مع كل الفرق. نعم، إلا عندك شي رد باش ننتقلوا يعني القوانين التنظيمية التي يجب إخراجها قبل انتهاء الولاية البرلمان الحالي. أنا أشد على مسألة النموذج المغربي وعلى رأسه الاستقرار. أنا كنقول هاد المنحة الربانية واللي كانت طبعا كانت فيها تفاعل وتدخل ديال كل الفاعلين باش حنا اليوم بلد مطمئن مستقر، كيخصنا نستمروا هاد الاستقرار من ناحية الاقتصادية من حيث جلب الاستثمارات. وباش نجلبوا الاستثمارات خصنا نغيروا حتى نوعية الخطاب ديالنا. إذا كان كل جول المنظمات الدولية تعترف بأن هناك اجتهاد وتطور اقتصادي وبأننا كنا في واحد المرحلة اليوم في واحد المرحلة جد إيجابية، خصنا نعترفه، لأن كل ما اعترفنا كل ما كيشوفنا المستثمر وكيطمئن. كيخصنا أنا كنقول من بين التحديات ديال 2016 عندنا أربعة ديال التحديات أساسية فيها السياسي والاقتصادي. عندنا النموذج التنموي بالأقاليم الجنوبية 77 مليار ديال الدرهم، هذا مطروح علينا البداية الأجراء ديالو في 2016. والقضية الوطنية اللي الحمد لله أننا مجمعون عليها، كيخصنا نطوروا كذلك العطاء ديالنا والأداء ديالنا باش نحققوا، لا أقول غير نقاط، لا باش نهيو هذا الملف. كذلك عندنا 50 مليار ديال الدرهم تنمية العالم القروي. هاد تنمية العالم القروي اليوم هاد المخطط المندمج اللي فيه المئات ديال الجماعات وديال الدواوير، هذا كذلك كيخص بداية الأجراء ديالو مع 2016. كنتكلموا على أنه المغرب اليوم خدا قرار بأنه غادي ينظم كوب 22 عنده هنا في المغرب، فإذا حنا عندنا هنا في المغرب
كيخصنا نرتاحوا انه هذا النموذج ديالنا من خلال على الاقل الطاقات المتجدده اليوم اللي كنفتخروا بهذا التوجه اللي مشينا فيه، هذا تحدي مطروح علينا في 2016 خصنا ننجحوه. خصنا ننجحوا كذلك الاصلاحات اللي تبدات سواء على مستوى منظومه العداله او الحوار الاجتماعي او غيرها. من هنا غادي نعرج قضيه ديال السكن. قضيه ديال السكن حنا كنعرفوا بان هذا تراكم، هذا التراكم كاين البرارك ديال 1945 لا مطلوب من هذه الحكومه، وكاين برامج بدات في 2004 كنحاولوا نحاكموا هذه الحكومه دابا واش صفات مع داك الشيء ولا ما صفاتش معاه. غير ممكن خصنا نكونوا منطقيين. التشغيل اقر، انا اقر بانه بالرغم انه كان هناك تقدم لا على مستوى البرامج الاربعه لا تاهيل ولا ادماج ولا مبادرات ذاتيه ولا غيرها، كاين تقدم لكن غير كافي انا كنقولها. واليوم كان عندنا وزير التشغيل والمدير العام ديالنا نابيك وقلنا هذا الكلام، قلنا وقدمنا الاستراتيجيه وقلنا هذا الشيء غير كافي، كي خصنا هذا رهان خصنا نقر بانه ما تبدلش فيه. لان القطاع الخاص يعني هنا من الاسباب ان القطاع الخاص ما تيوظفش لانه الكاهل ديالو متقال بمجموعه ديال الاكراهات، إذن وكل شيء تيعول على الدوله انها هي اللي توظف، والدوله تتقول لو احنا ما يمكنش نوظفوا كل شيء. طبعا انا معك، ولذلك خصنا نستثمروا هاد الوضعيه ديال المغرب اليوم كذلك في تشجيع المبادره. خص المبادره نشجعوها ونشجعوها الى اقصى الحدود. خص الاصلاحات الضريبيه اللي دارت فيها المناظره في 2014 كيخصها تبدا، بدات كتنزل ولكن بغينا قسط وافر منها كذلك يكون نازل في هاد 2016. فهذه رهانات انا بالنسبه الي اللي خصها تكون حاضر. التعليم عندنا الرؤيه اليوم 2015 2030 ماشي تحتاج الى قانون اطار، هذه اولويات واضحه. فاذا كيخص الاجراء ديالها من خلال اذا كانت مراجعه القوانين نراجعوا القوانين لا 001 ولا غيره، او اذا كانت هنا كنديروا قوانين نديروها. ولكن اليوم الرؤيه اذا كانت متفقين عليها اللي دارها المجلس الاعلى للتعليم فاذا كيخصنا ننطلقوا في اصلاح التعليم. هذه التحديات هي اللي خصنا اليوم نناقشوها ونرفعوا النقاش حولها. احنا صحيح سياسيين كنستحضروا دائما جانب ديال الانتخابات شكون اللي غيمشي شكون اللي غيجي، ولكن البلاد كاينه ومستقره كيخصنا نستمروا هذا الاستقرار في مزيد من الاصلاحات. على ذكر الحمايه الاجتماعيه، وبانه انا كنظن باننا كيخصنا نفتخروا بانه درنا رميد. صحيح هذا رميد غطى تقريبا 19-20% مزيان، 8.5 ديال الملايين ديال المغاربه مزيان. عندنا اليوم الصناديق اللي كتغطي واحد الجانب. اليوم كاين جوج المشاريع مهمه، فاذا هاد الحمايه الاجتماعيه سواء من خلال هذيك المهن المنظمه او القطاع غير المهيكل، واللي هذا غادي يجيب اذا كان عندنا 30% هذه 30% وحده اخرى. فاذا هذا رهان على الحكومه في 2016. كنظن في الاسبوع القادم او الذي بعده او الذي يليه غادي تقدم هذه المشاريع. انا كنظن هذو الامور الاساسيه واللي كيخصنا نناقشوها. عاد نجيو للقوانين التنظيميه نعم. ونتكلموا اذا بغيت. القوانين التنظيميه سي خذ قبل ما ندخل على القوانين التنظيميه عندي غير واحد الملاحظه بسيطه على الحوار حول صناديق التقاعد، بسيطه جدا. انا استمعت بامعان السيد رئيس الحكومه حينما كان في الحكومه في البرلمان، واثرني ما قاله عن رؤساء النقابات انهم طلبوا منه هذه طلبوا منه هذه، ودخل في تفاصيل لا يجب على رئيس الحكومه ان يدخل فيها، لان اول المجالس امانات وهذا غادي يخرب العمل النقابي. طلبوا مني غير ناجل لان النقابات ما يفهموش، لان المناضل ما يفهموش، لان الاعضاء ما يفهموش. وانا اعتقد بان السيد رئيس الحكومه يجب ان يكون مسؤولا، لا اني اتقدم ببعض التفاصيل التي تسيء الى الحوار او قد لا تجعل الاطراف يطمئنون الى الحوار والحديث بشكل واضح. هذه المساله هذه اثرتني. فانا غير بغيت ننبه زميلي السي عبد الله باش نقول له راه فعلا السكن مطرح من 1945، صندوق المقاصه من 1914. حليتوا مشكل صندوق المقاصه من 1914 وغليتوا السكن 43 من 1943 الحرب العالميه الثانيه ماشي الاولى. اذا 1943 حليتوا المشكل ديال 1945 وما حليتوش المشكل ديال 1945، خصكم تحلوا المشكل ديال كذلك 1945 كما حليتوا المشكل 1943، ولكن ما يمكنكمش تحلوه لان 1943 قرار سياسي سهل غادي ترفعوا الواحد وساهمت، وهذا مزيان وايجابي، ساهم الوضع الدولي على مستوى ثمن البترول في هذه العمليه هذه. الان انا كنتسائل، انا نتسائل إيه؟ على كل هذا عمل كان مستمر. انا كنتسائل
غدا حيت ارتفع مثلا البترول الى 120 دولار مره اخرى اش غنديروا؟ فاحنا كنقطع حنا دير مقايسه ان البترول غادي يولي ب 20 درهم. انا كنتسال انا طرحت هذه القضيه في البرلمان على انه يجب خلق صندوق من الارباح لان الان يبقى كاحتياطي في حاله وجود واحد ارتفاع مفاجئ. ونرجع وهذا نفكروا فيها. فاقترحنا مثلا واحد مجموعه من الاقتراحات وقدمنا ما يسمى بالهيئه العليا للتفويض الهيئه العليا للتدبير المفوض. مازال كنتظروا سيد رئيس الحكومه يوافقنا يتفاعل معنا وندوزوه. الاغلبيه تفاعل معنا واخا جا اقتراح من المعارضه ايجابي وندوزوه ويكون افيد. اقترحنا على العلن وحنا بجوجنا بجوج نقطر حنا شكون اللي نفس النهار شكون اللي سبق سبق الهم الوطني اكثر ما سبق شي واحد فينا على كل المساله الثانيه الاخرى اللي بغيت انت القوانين التنظيميه. عرفنا القوانين التنظيميه في البرلمان عرفنا فيها نقاشات حاده اختلفنا واتفقنا وفي بعض الاحيان اختلفنا حتى من الاحزاب اللي كننتمي لها نظرا للقناعات اللي كان عند كل واحد فينا. ولكن قطعنا اشواط ومشينا وشات المحكمه الدستوريه وكان عندنا خلاف مع المحكمه الدستوريه حولها. وكان وجود المحكمه الدستوريه اضطر العمل ديالنا كبرلمانيين على المستوى الدستوري. ولكن احنا كبرلمانيين انا اريد ان اشيد ان النقاش اللي كان داخل اللجنه من المعارضه من الاغلبيه كان نقاشا جديا وايجابيا في انشاء القوانين التنظيميه. استجابت الاغلبيه لواحد المجموعه تاع ديال التعديلات اللي قدمتها المعارضه. رفضتنا مجموعه تاع التعديلات ولكن في المقابل حتى احنا صوتنا مع القوانين التنظيميه كان مشات بالاجماع كان مشات بالاغلبيه حسب كل وضع. بقات بعض القوانين التنظيميه الاخرى اللي احنا كننتظروها تجي لان احنا ملزمين دستوريا. احنا ملزمين دستوريا نكملوها قبل ما ينتهي على ذكر هذا ملزمين دستوريا. واش هاد المهله يعني غادي توضع واحد الضغط على اساس ان القوانين ما غاديش يكون عندها البرلماني ما يكونش عندهم الوقت الكافي باش يدرسوا كما درسوا؟ لا هي نعم. غير العرض حيت الماده 86 الفصل 86 من الدستور وضع تعرضوا. كاين اكثر من هذا راه هي مسؤوليه سياسيه وما فيهاش جزاء. ما غاديش نحلوا الحكومه بسببها ونعاقبوا شي واحد. ما كاينش جزاء. كاينه مسؤوليه سياسيه. حنا كنحملوا المسؤوليه السياسيه باش نقدموها كمشاريع ولكن حنا خاصنا نقدموها كاقتراحات ماشي مسؤوليتهم فقط. مسؤوليتنا حنا الا ما جابش الحكومه شي حاجه شي مشروع قانون في قضيه خاصنا حنا نجي نقدموا. ولكن واش هناك القدره السياسيه عند الاغلبيه باش تقبل الاقتراحات اللي كنقدموا؟ راه اللي خطير في البرلمان هو انه دوزنا مجموعه تاع المشاريع قوانين ولكن المقترحات راه مازالت تراوحهم مكانها. هناك مسؤوليه رؤساء اللجان، هناك مسؤوليه اعضاء اللجان، هناك مسؤوليه الاغلبيه، هناك مسؤوليه المعارضه. ما بغيتش نحدد شكون المسؤوليه ديال من الكبيره ولكن هي مسؤوليه ممثلي الامه كلهم ان المقترحات اللي قدمها النائب خاصها تعد بالاعتبار وتناقش. ما استطعناش ندوزوها لحد الان وباقي النقاش حولها. مسألة ثانيه اخرى وانا ودي كتهمني اساسا راه العمل البرلماني لما رفعناش من المستوى النقاش اللي فيه راه غادي يبقى العزوف السياسي. إذا بقينا مستمرين في ديك الشدي قطع عليك غادي يبقى كل العزوف السياسي. وإلا ما عطينا للبرلمان المشروعية الشعبية والمشروعية السياسية راه ما غيبقى حتى شي حاجة سميتها الدستور في البلاد. لهذا هاد المرحلة اللي قطعنا كانت أساسية لأن ثبتنا فيها مجموعة المؤسسات، ثبتنا فيها العمل الدستوري، ثبتنا فيها التداول على السلطة، ثبتنا فيها الاختيارات اللي دارتها الشعب حيت صوت على الأحزاب ديال الأغلبية وحنا احترمنا هاد ولكن كذلك المستقبل القريب خصنا نزيدوا نطوروا العمل السياسي ديالنا. ماذا سيقع في 2017؟ كيف ما وقع اللي هو أساسي هو أنه المؤسسة الدستورية خصها تزيد لقدام. لا تطبيق الدستور خصها تزيد لقدام. أنا كنت دائما أنتقد الدستور ولكن الآن أشعر أنه باب مفتوح على تطورات سياسية مفيدة للبلد أنه يمكن نزيد نطوره. وأنا أعتقد أنه مكسب وخصنا نفكروا بهذا المنطق ماشي بمنطق ديال الاتهام ديال هذاك والآخر أو تبادل الاتهامات أو حتى في بعض الأحيان اعتبار أن الآخر غير مؤهل وغير شرعي. الآن جاء الوقت أنه نحصنوا هذا البلد. راه ما كتعرفوش شنو هو بلد حداك كاين ليبيا عندها فيها مشاكل، كاين سوريا فيها مشاكل، كاين دول كلها الخليج الان فيه مشاكل وانت الان خصك تحمي نفسك. باش غتحمي نفسك راه ما تحميش بالجيش ولا بكذا رغم الدور اللي كتلعب القوات المسلحه الملكيه واللي كنوجه لها التحيه ولكن بتقويه القوى الداخليه وتضامنها دفاع المؤسسات. ولكن الدفاع على هذه المؤسسات كذلك نختلفوا سياسيا. انتم عندكم توجه كنقولوا عليكم محافظين، حنا كنقولوا انفسنا حداثيين، انتم كتقولوا ماشي حداثيين انت انتم محافظين. هذا النقاش طبيعي جدا. حنا كنقولوا حداثيين بعض الاحيان. لا قلنا حنا محافظين. انا كنقول عليكم محافظين. كتقول علينا حنا محافظين. انا كنقول عليكم محافظين. واذا ما عندكم ما ديروا بالاصاله. حيدوا. عندكم ما ديروا بالاصاله. لا قلنا حنا محافظين. هي ماشي ديالكم بوحدكم. راسي وهبتي. هو تاريخ مشترك.
الاصاله سي عبد الله هو لا لا الاصاله هو تاريخ مشترك. هو المحافظه لا تعني الاصاله، المحافظه هي تعني انه جر الوراء الى الامام، لا ما تعنيش الاصاله. الاصاله شيء مشترك بين المغاربه جميعا، اماره المؤمنين من الاصاله وهي مشترك، الوحده الترابيه من الاصاله وهي مشترك. لا لا ما 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 باش لا غير باش ما نحولوش باش ما نحولوش النقاش، ما يمكنناش نتقاسموا، ما يمكنناش نجلسوا فوق الطبله ونقسموا بيناتنا المبادئ المشتركه بين الشعب المغربي 14 قرن. صحيح، هي مشتركه، الاصاله شيء مشترك، ماشي ديالكم ماشي ديالنا، هو مشترك الشعب المغربي كله. نحن ندافع عنه بمنطقنا وانتم تدافعون بمنطقكم، وهذا الخلاف هو اللي غادي يساعد المغرب. صحيح. نعم، اذا سي الحاج بخصوص القوانين التنظيميه اللي مطروحه وعندها امام كيف قلنا مهله نهايه الولايه التشريعيه، شنو في نظرك الاولى؟ هناك قوانين متعلقه باللغات بالهويه بالثقافه، لابد ان نسجل بايجابيه الطفوله والشباب. نعم لا، لابد ان نسجل بايجابيه إخراج العديد من القوانين التنظيمية اللي جا بها دستور 2011، سواء قانون تنظيمي متعلق بمجلس أعلى السلطة القضائية حاليا يناقش داخل مجلس مستشارين بعد المصادقة عليه في مجلس النواب أو النظام الأساسي للقضاة، كذلك مكتسبات ديال دستور فيما يتعلق بالقانون التنظيمي ديال اللجان تقصي الحقائق، إضافة حاليا نناقش كذلك مجموعة من القوانين التنظيمية متعلقة بالملتمسات وبالعرائض اللي كتعزز ما يمكن أن نسميه بالديمقراطية التشاركية. إذا حنا نعتقد أن هناك حوالين ثلثين من القوانين التنظيمية اللي صادق عليها البرلمان، وبالتالي كنعتبر بأن الحكومة هي في الأجالات وفق المخطط التشريعي ديالها يعني تحترم مقتضيات المادة 86 من الدستور، لازالت هناك أولويات أخرى فيما يتعلق ببعض القوانين التنظيمية على رأسها الترسيم ديال اللغة الأمازيغية، وبالتالي هذا اللي كنعتبروه من القوانين التنظيمية المهمة اللي غادي تجي إن شاء الله في القريب العاجل إلى المؤسسة البرلمانية بعد المصادقة عليها، لأن الأمر حينما يتعلق بالأمازيغية تنظن بأن كذلك هذا القانون لابد أن يأخذ واحد المسار ديال التأني إلى غير ذلك، لأن هذا مكتسب ديال جميع المغاربة. إذا نعتقد بأن معظم القوانين التنظيمية تم تنزيلها، ولكن كنا نسعى وهذا اللي مهم، نسعى إلى إخراج أو تنزيل هذه القوانين التنظيمية تنزيلا سليما. ربما احيانا كنا نشعر ببعض الاكراهات والصعوبات اثناء مناقشه هذه القوانين التنظيميه اللي كنا كنتمناو يكون فيها الاغلبيه، ولكن مع الاسف بعض المحطات ديال بعض القوانين التنظيميه ديال الجماعات الترابيه سواء ديال مجالس العمالة والاقاليم او ديال الجماعات كانت فيها الاغلبيه وكانت فيها المعارضه، كذلك تاسفنا فيما يتعلق بالقوانين التنظيميه ديال السلطه القضائيه سواء المجلس الاعلى السلطه القضائيه او النظام الاساسي ما كانش فيها الاجماع الى غير ذلك من القوانين التنظيميه. احنا كنا كنتمنوا دائما المعارضه كيف كتقول بانه هناك دستور ديال جميع المغاربه وكان الاجماع، كنا كنتمناو كذلك في القوانين التنظيميه اللي خدا فيها الوقت، لان طبقنا فيها اولا الديمقراطيه التشاركيه حينما كان فتحنا الحوار حول اصلاح العداله، فيما يتعلق بالملتمسات والعرائض كانت هناك الديمقراطيه التشاركيه، ولكن ما نسعى اليه في هذه الايام المقبله هو ان يكون هناك تنزيل سليم للعديد من القوانين التنظيميه بناء على المكتسبات اللي جاءت في دستور 2011. سي عزيز تحدثت على الحوار الاجتماعي والغياب ديال الحوار الاجتماعي وصندوق التقاعد، كيف قلنا انه النقابه تهدد الان بانها يعني ما غاديش تبقى صامته حول الطريقه التي قدم بها والتصور الحكومي. هناك قوانين مثل قانون الاضراب، قانون النقابات، في اي يعني في 2016 يعني كيف يجب ترك ما هو الشيء الذي يجب التركيز عليه في المجال الاجتماعي؟ هو بالنسبه لهذه القوانين التنظيميه اولا ما بقاش غادي نقولوا هذا الاول وهذا الثاني، لان الفطا اللي بقات للحكومه فطا قليله مده ديال 8 الاشهر، ما بقاش غادي نقولوا اصلا غادي تبقى غير من بعد شهر غادي تختتم الضوء الخائفيه، اذا غتبقى غير الضوء ربيعيه، وبالتالي فالقوانين التنظيميه ما غاديش يكون في هذا الاول ولا هذا الثاني. الحكومه مطالبه انها غادي تجيب هذه المشاريع القوانين التنظيميه الى البرلمان. مسألة أخرى اللي بغيت نقول سي عبد الله، أنه فاش تحدثت على السكن وعطيبه من الأولويات ديال رئيس الحكومة وفق التصريح ديالو، فأييه ماشي القصدية جا وتوجد هذا النهار، كان ولكن كانوا برامج، كان على الأقل أن ذوك البرامج تستمروا وما يتراجعوش، خصو يكونوا مستمرين ويكون الأداء ديالهم باين. وحنا الآن مؤسسة العمان على مستوى الامتدادات الجهوية ديالها مهددة بالانهيار،
احنا الان انت تشوف اش وقع في الاسمنت، انت مساله تضريب ديال بناء السكن الشخصي ل 150 درهم، هذا مش مجموعه ديال اللي كنعتبروها احنا تراجعات في مجال السكن. مساله ايضا ديال هضطوا على المخطط ديال التعليم 2020، وهضطوا ايضا على 2030، وهضطوا على التنميه القرويه. شوف الاشكال اللي كاين، كاين مجموعه ديال المخططات القطاعيه عند هذه الحكومه، ولكن 2020 2025 2030، ولكن الاشكال هذه الحكومه ما جابتش ولو مخطط واحد، ولو يكون غير خماسي، ان يكون تنسيق ما بين هذه المخططات هذو، وشتات. وايضا ما كاينش شي برنامج اللي واضح ديال هذه الحكومه. كلشي ملي كنرجعوا الافكار، ملي كتحدثوا على الاوامر كتحدثوا على افكار. كانت مسألة ديال الآن ديال الأرامل، هي ترجمة ديال برنامج تي سي بصيغة أخرى. الأرملة اللي عندها أبناء ممضاصين هما اللي كيستافدوا من برنامج من الدعم، وهي الأرملة التي تستفيد من الدعم. وهذا أظن أن الأرامل ما كتشكلش نسبة الأرامل اللي عندها أطفال ممضاصين ولو 10% من مجموع الأرامل. شنو هو المصير ديال ديك الأرملة اللي ما عندهاش أبناء؟ وشنو هو المصير ديال ديك الأمل اللي ما عندها اللي عندها ابناء غير ممضاصين، لان الواقع الاجتماعي ديالها فرض عليها ان يكونوا ولادها كيخدموا ولا يديروا شي حاجه اخرى. هذا اشكال، لان كاين شروط نفسه كذلك في صندوق ديال في النظام التعويض ديال على فقدان الشغل. الحكومه حددت واحد البرنامج ديال 30,000، ولكن دابا عندها 19,000 طلب وما خدات تعالج الا 6,000 وفق اخر تصريح ديال هذه العشيه ديال وزير التشغيل، وبشروط تعجيزيه، يعني خصو يكون فقدان اراضي، يعني ناتج على الطرد، لا اراضي ناتج على الطرد، ما يكونش ناتج على الاستقاله ولا شي حاجه اخرى، ولا يعني مجموعه شروط تعجيزيه. برنامج ديال الاهميد واللي كان من قبل وكان تصوره ماشي هو التصور اللي كاين الان. دابا الناس اللي عندهم بطاقه اهميد ما كيستافدوش مجانا، بالعكس، وحتى احيانا انه كاين اللي كيفضل انه ما يجبدش بطاقه تاميد، لانه غيعطيه السكانير على عام ونص، حتى يكون ذاك الماض اللي غيدي عليه السكانير تشتت فيه ولا مات السيد ولا. هذا اشكال، يعني التصور اللي كاين في التصريحات الرسميه ماشي هو اللي كاين في الواقع المعاش. مساله جلب الاستثمار، سي عبد الله، جلب الاستثمار هو غادي يكون واحد الحلقه اللي فيها مجموعه ديال الحلقات في علاقة تعامل الحكومة مع الاتحاد الأوروبي، واللي نتمناو أنه يتعطلنا شي نهار. شنو هي شنو اش دارت هذه الحكومة في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي واستثمارها ديال على المستوى الجار، واش دارت، وعلى الأقل واش استثمرت غير ديك العلاقات ديال الأحزاب على المستوى الامتدادات ديالها في الخارج. مسألة أيضا ديال إعداد الملفات ديال المستثمرين على المستوى المحلي، ذاك الشباك الوحيد وذاك الطابوه والإنسان وذاك الأجل اللي كيتجاوز أحيانا سنة وكينتهي برفض. أضف إلى ذلك العقار، مشكل العقار، مشكل اللي دايه إضاءة الضرائب اللي عندها إجراءات ديال اللي كتطبق في الدار البيضاء على مستوى ديال تنزيد القانون، ماشي هي اللي كتطبق في جهه الشرق، ماشي هي اللي كتطبق في جهه اخرى، فين كاين شركات قليله كتكون حاضياها، فين كاين شركات كبيره كتكون احيانا الشيء اللي كيجعل الشركات كينتقلوا من جهه لجهه. كاين اشكال ايضا ديال تنفيذ الاحكام، كاين مجموعه ديال الاشكالات، وكاين اشكال ديال الحكومه، لان مجموعه المقاولات اشتغلوا عند وزارات ومازال ما تخلصوش، وهذا يهدد بالافلاس، وهذا يهدد بالبطاله ديال مجموعه المستخدمين. اظن ان جلب الاستثمار مرتبط بواحد مجموعه ديال 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 المسائل. مساله اصلاح صندوق المقاصه، السي عبد اللطيف قال واحد المساله، انا بغيت ندير غير جوج اسئله في هذا الصدد، واللي من خلاله غادي نبينوا بانه الدوله الحكومه بدات تتنازل على الدور ديال الدوله الاجتماعي. علاش؟ ما يتعلق الان بالتحيه ديال الاسعار، كنلقاو الغازوان ما بين محطه ومحطه الفرق ديال 25 حتى 30 سنتيم. شنو كيعني هذا؟ انه سيتم غادي السوق غادي يتم الاحتكار ديالو من جهه واحده مستقبلا لا شك. ومنين غيتم الاحتكار ديالها؟ شنو هو المصير المغاربه؟
هذا الشيء اللي كيوقع الان في السكوى. غدا ولا بعد غدا منين غادي النفط يرتفع الاسعار ديالو وغادي يكون المحوقات توصل عندنا 20 درهم الليطر، شنو هو المصير ديال معظم المغاربه؟ غادي يشيو ب 20 درهم؟ فين هو الدور الاجتماعي لهذ الدوله؟ ما خصناش يكون عندنا الهاجس تكون عنده نهج تقنقراطي وفقط، يكون مالي صاف. لابد انه تكون نظره تشاركيه، لابد ان في اي اصلاح اصلاح، ولابد انه نمشيو نحافظوا على البعد الاجتماعي للدوله. نعم. لانه سي عبد الله اخر تدخل يعني في دقيقتين ربما تجاوب على التخلي عن الدور الاجتماعي للحكومه وتختم بشي خلاصه. الى هو دابا مزيان نجاوب على هادشي. اولا فيما يتعلق مقترحات القوانين التنظيميه الاستاذ وهبي، قرار ما قبل الاخير المجلس الدستوري ارجع الامر الى الفصلين 85 و49، والاشاره الى 49 ان القوانين التنظيميه سواء كانت كمقترحات او كمشاريع خصها تدوس المجلس الوزاري، وبالتالي بمعنى اخر ما عندش الحق يعني اننا نبداو كنناقشوهم ونعطيهم اسبقيه داخل مجلس النواب، وهذا امر على كل حال. على كل حال انا كنقول هذا قرار المجلس الدستوري. طيب تدريب السكن الشخصي حرام، حرام سي بعزيز تكلم بهذه اللغه، لان لا ليفريزون اسوا ميم اللي جات جابتها بالحكومه داز بالاجماع في الغرفه الاولى والغرفه الثانيه، واتفقنا اقل من 300 متر معفاة، من 300 ل 400 قلنا 60 درهم، من 400 ل 500 درهم، فوق 500 قلنا 150 درهم، وقلنا كذلك بالنسبه للبناء المشترك غيتحسب لكل واحد، كل فرد فرد يمكن يكون عنده الاعفاء، وما يمكنش نصوتوا تما بواحد الطريقه ونجيو لهنا ننتقدوا، هذا ماشي معقول. تعديل النواب كنا تعديل، وهذا تعديل النواب في وسط اللجنه، زعما يعني صعب عليا نجاوب على على تفضل. يعني على كل شيء. القضيه ديال المخطط يكون جامع، الحكومه دارت واحد الندوه، واحد الحوار حول الاندماجيه ديال السياسات والمخططات، كنظن كاين المخرجات ديالو يجب ان تفعل. القضيه ديال الاستثمارات، خليني نعطي رقم واحد. شتي هاد السنه 2015 اللجنه المركزيه للاستثمارات عقدت لقاءين. شتي القيمه ديال اول مره يسجل في تاريخ 63 مليار ديال الدرهم، ما عمرها تحققت. بالاف ديال الفرص ديال الشغل. فاذا على كل حال هادو استثمارات، هادو الناس ساقت في المغرب وسواء من الداخل والخارج كيستثمروا 63 مليار. يعني ونجيو نتكلموا على انه ما يعني صعب اننا نتكلموا على قضيه ديال الاضراب الاساسي. ما بغيتش نوقف عليه بزاف، ولكن خليني نقول واحد الجمله. تفضل. راه هما منين دوزوا سنا واحد الالتزام فيه القضيه ديال ماشي التوظيف غير التكوين. صحيح بان المرسومين خرج من بعد اجتياز النتائج المباراه، واليوم كنقولوا هذه فتره انتقاليه خص الحكومه تلقى لها حل. انا مع ان تلقى لها حل، ولكن ما نقولوش عاوتاني شي مغالطات اللي حنا عارفينها. ما دام اننا عارفينها ما خصناش ماشي غير من اجل المزايده. هذوك الناس خصو يتلقى لهم حل، وقلتها في البرلمان وكنعاودها، خصو يتلقى لهم حل بالحوار، ولا شيء غير ماشي بالضرب ماشي بالعنف، بالحوار. ولكن ما نقولوش شي حاجه اللي هي يعني غير دقيقه. بالنسبه للمحروقات وهذا الشيء ديال السكن، انا كنظن حتى هذيك خصنا نكونوا فيها عاوتاني معقولين. الاصلاحات، لانه في 2013 من بدات الحكومه الاصلاح ما كانش هذا الكلام، وهذيك الساعه راه كان 105 وداز ل 115 ودارت ملي فات 105 دارت اجراءات. ودابا عاوتاني من خافض نقولوا لا الحكومه ما خداتش الاجراءات، لا كاينه الاجراءات، ولذلك الحكومه حين تتحمل المسؤوليه وكتاخذ قرارات ديال الرئه كيخصنا نقولوا لا مزيان، ومنين تخطا نقولوا لا ودي راه خطاتي، ولكن ما نكونوش زعما يعني خلاص. وانا الخلاصه انا كنقول اليوم بلادنا بلد مستقر امين، كيخصنا ثلاثه د الحوايج اساسيين اللي نتفقوا عليهم. الديمقراطيه بلا ما نجبد الاسم الاخر المعروف. اذا الديمقراطيه ثم الديمقراطيه ثم الديمقراطيه. كيخصنا في الجانب الاقتصادي نطوروا النموذج ديالنا، واليوم هذا النموذج اننا اليوم من الدول الصاعده خصنا نطوروه بكل ما يلزم من ادوات ويعني واجراءات ديال المواكبه. ثلاثه، هذا الشيء اللي بدينا في الشق الاجتماعي ما نبقاوش نزيدوا نطوروه ونحسنوه. حرام نجيو اليوم كنتكلموا على الارامي اللي هذا منتوج مغربي نجحنا فيه
فنجيو نتكلموا على الارامل اللي ما عندهاش الدراري كيقراو لي اليوم هذا درناه نزيدو نطوروا. اما ان ننتقص منهم نقولوا اما نقولوا راه هذا برنامج قديم واما نقولوا ما خدامش هذا غير معقول. وانا كنظن اليوم هذا الشيء ديال رميد راه اليوم الحكومه في اطار اصلاح المقاصه واصلاح بعض المليار اللي كتعطى للسكر عندها واحد البرنامج على الاقل جوج المليار مليار غيمشي لصندوق التماسك الاجتماعي من اجل معالجه من اجل ماشي معالجه من اجل العنايه بذوي الاحتياجات الخاصه ومليار غادي يمشي من اجل التجهيزات في المستشفيات على المستويات الجهوية المركزيه والجهويه والاقليميه وما يبقاش هذه الهضره بان السكانر سيرت العام الجاي. الا سمحت سي صبلو يمكن شي واحد يكون كيلعب فكره الضحايا حنا من حيت كنتقدوا ماشي كنتقصوا. لا ما قلتش ضحيه. لا انا وصفتي انه الانتقاص حنا ما كنتقصوش حنا غير كنتقدوا لان بغينا نشوفوا الافضل. هذا الشيء اللي بغينا. حنا كنتقدوا لان بغينا الافضل والغدا يمكن نتحملوا حنا المسؤوليه ونتقدونا ونديروا حنا الافضل كذلك هذا هو العمل السياسي. العمل السياسي حتى واحد الدوام لله وحده. لذلك انا اعتقد بانه أن مثلا حنا حيينا الموقف ديال رئيس الحكومه حينما قرر استرجاع المبالغ ديال المساهمه في الضمان الاجتماعي اللي ما كملوش هذاك المده القانونيه 2400 ولكن قلنا ان لا غير خليني نقول لك ولكن قلنا ان هذا القرار قرار نصفي لان كان يجب كذلك استرجاع المساهمه ديال رجال الاعمال لان ذلك تلك المبالغ جزء من الاجر كله حتى المبالغ اللي كتقدموها الباترونا راه جزء من الاجر حتى هي تترجع لهم ولكن ما كانش السيد رئيس الحكومه يدير هذه. علاش؟ لانه ذاك 620 مليون درهم اللي غادي يوزع على المساله هذه خصها يتضربها في اربعه وهو ما يقدرش على هذا الشيء. وحنا تقدمنا هذا النقد وكاين قلنا واش كاينه امكانيه ولكن قلبنا كان على الضمان الاجتماعي كمؤسسه للحفاظ عليه ماليا وماديا. حنا مسؤولين وكنتكلموا من المسؤوليه. بغيت غير نقول انا حيت كنتقدوا شخصيا انا انتقد حتى الحزب كنتمي اليه ولكنني رغبة في تطويره لأنني أنتمي إليه وكل بلاصة اللي كنتمي إليه وعندي علاقة روحية معه وعندي علاقة فالحكومة كلها كتسير الشأن العام كتسير شأن الشعب المغربي. فلكن كنتقدوا باش نطوروا لها العمل ديالها كذلك كنتقد العمل الحزبي ديالي باش نطور العمل الحزبي للحكومة بعيد على ذوك الأحكام الجائزة والمسبقة واللغوية. كيبقى انه الا استطعنا نديروا هذه القناعه غادي نديروا ذاك الشيء اللي سميتي اتكريس العمل الديمقراطي في المغرب. ولكن خلق العداء السياسي المجاني من خلال الاتهامات على احكام باحكام راه لن يسيء الى العمليه الديمقراطيه. ما الاحزاب ستستمر في تاريخ وجودها. شكرا سيرج. خلاصه بخصوص كنتمناو في هذه السنه هو مواصله الاصلاحات المؤسساتيه وتعزيز مكانه ودور المؤسسه الدستوريه كذلك مواصله تعزيز مكانه الحقوق والحريات خصوصا فيما يتعلق بمصادقة على مجموعة من الاتفاقيات الدولية. والمغرب لابد أن يعتز بالمقاربة الحقوقية اللي كاينة حاليا من خلال مصادقة على مجموعة من الاتفاقيات الدولية والإصلاحات اللي كانت على مستوى مثال نظام القضاء العسكري إلى غير ذلك. وكذلك لابد من تسريع في تفعيل مقتضيات الجهوية المتقدمة من خلال إخراج صندوق التأهيل الاجتماعي صندوق المتعلق بالتضامن ما بين الجهات. هذا ورش كبير يجب يعني ان نسرع في اخراجه. كذلك تفعيل الطابع الرسمي للامازيغيه. كذلك هناك تحديات اخرى كبيره نتمنى ان نسعى جميعا. نعم. كذلك فيما يتعلق بالطاقات المتجدده ديال تخصيص 11 مليار درهم هذا كذلك تحدي كبير. اذا نعتبر ان التحكم في التوازنات الماليه والماكرو اقتصاديه مهمه في هذه المرحله لنصل الى المبتغى. المبتغى هو يعني الاستقرار اللي كيعيشوا المغرب، الاستقرار الاجتماعي، توازنات الماليه الاقتصاديه، وكذلك تعزيز مكانه المؤسسات الدستوريه. ولكن في هذه المرحله لابد ان نسعى جميعا الى محاربه الريع السياسي والفساد الانتخابي في هذه المرحله، ونعزز مكانه المؤسسات السياسيه بما فيها مكانه الاحزاب السياسيه من خلال كذلك ان يكون هناك خطاب سياسي مسؤول لنعزز مكانه المؤسسات السياسيه. اخير متدخل سي بعيد تفضل. بالنسبه لي غير باش نقول سي الاعاج بانه الجهويه المتقدمه الانطلاقه ديالها كان على الاغلبيه والحكومه انها تساهم في واحد الانطلاقه ناجحه. علاش؟ لان المعاهده جات بواحد المقترح على اساس رفع النسبه ديال الاستفاده ديالها من الضريبه على الدخل والضريبه على الشركات من 2 إلى 3%. والاغلبيه
ما مشات في اتجاهها افض وبالتالي خلاتها في 2%. واظن ان الانطلاقه ديال الجهويه فعلا والتنزيل ديالها تنزيلا ديمقراطيا كان يقتضي ان يتم الاستجابه لهذا المطلب اللي هو ديال المعارضه. مساله اخرى، مساله الصندوق ديال التضامن بين الجهات هو ضروره اساسيه، كذلك ميثاق لا تركيز. هادو مساله اللي هي خاص مساله الارامله السي عبد الله. حنا هنا ماشي للمزايده، حنا قلنا هادو حالات اللي تم الاغفال ديالهم باش ما نقولوش الارامل اللي كيطوفوا على ابناء ممضاصين، هادو هما المستفيدين. ونحددوا المصطلحات لان المصطلح هو المحدد، هو اللي كيبين المغزى من النص من الهدف المسطى. اضيف الى ذلك لا فقدان الشغل ولا الارامل ولا المطلقات. فين عمر الاعتمادات اللي تصافوا تجاوزت 15 ولا 18% من كيبقى باقي دوك الاعتمادات اللي تخصوا لهذ الفئات اللي هي معوزه جدا ما تصافوش لهم. والحكومه خصها 3% اللي تعطى الجهات ستصرف هذه السنه وحسب قدره الاطلاق الجهويه. ما تخليهاش ما تكبلهاش ما تكبلهاش ماشي نطلق انا مشروع الجهويه قدو قداش وكل شيء تابعه للمنتظم الدولي وكدا، شنو غادي تفضل لنا الجهويه ونجي انا ونقيدها منذ البدء في نعطيها 2%. في الحين ان 4 المليار ديال الدراهم. مساله اخرى، مساله المغالطات بالنسبه لطلبه المراكز ديال الاساتذه. اظن انه الحكومه كان عندها 7000 منصب في الماليه وهي دخلت 10000. ومنين دخلت 10000؟ دخلتها على اساس قانون سائي. ما يمكن ليش انا نرجع قانون نجيب القوانين من بعد ونقول ونتبها باطار يجعي على 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 الناس اللي تعاقدت معهم. وبالتالي فهي مسؤوله انها تلقى، احنا معكم في حل انتقالي، ولكن انها تلقى الحل هذا 10000 اللي هي الان مضيبه. وهو نفس الحل نفس، لان ماشي غير هذا الملف. ملي قلتوا العنف، تعنفوا الاساتذه وهاد الاساتذه فيهم نساء حوامل، وتعنفوا طلبه الطب، وتعنفوا المكفوفين مؤخرا. وهذا اشكال اللي خص الحكومه تطاجع سياستها في مجال الحريات العامه. هذا انت قلت العنف ديال الاساتذه. انا قلت ما غيتحلش، ما خصهمش يتعنفوا، وانت قلتيها وهذا اعتراف. ما غيتحلش بالعنف وهذا اعتراف. ومنين يطلعوا لك فيديوهات خلاصه القول انا في هذه المساله هو انه على الحكومه أن تنهج مقاربة تشاؤكية في أي إصلاح، إصلاح إذا أردنا أن نسميه إصلاحا. نعم، إذا شكرا. تشاؤكية ما يكونش الإصلاح. تحملي المسؤولية وتجيب القوانين. هذاك تحكم. تجيب القوانين للمؤسسة. بيناتكم أنا ما قلت شيء. القوانين للمؤسسة. لا أنا كنظن القوانين التنظيمية هذه الكبيرة أنا متفق كيخص فيها الديمقراطية التشاؤكية. ودازت وكاينة مؤسسة، كاينة مخطط تشريعي داه ومعروف شكون اللي غينجز هذا الشيء. فكنظن راه كيخصنا حنا كبرلمانيين على الاقل حنا دابا كحاضرين كاملين نتحملوا مسؤوليتنا ومني يجي النص نديروا فيه التشاركية نقدموا تعديلات. حنا كمعاده صوتنا بالاجماع على مجموعه النصوص. مرحبا. علاش؟ لانه ناقشناها وان كانت ما تمش التشاور معنا قبل ان ندخل المؤسسات الشيعيه، ولكن ناقشناها داخل المؤسسات الشيعيه وادينا الدور ديالنا كمعاده وصوتنا عليها بالاجماع. وهناك نصوص اللي عارضناها واعلنا على مواقفنا بخصوصها في حينه. هذا هو الاستثناء المغربي. اذا هذا هو الاستثناء المغربي. كتفقوا مزيان. شكرا لكم جميعا. الثلاثاء القادم تلتقون مع الزميل محمد التيجيني في حلقه اخرى من ضيف الاولى. الى الثلاثاء ما بعد القادم، الى اللقاء.